السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بناء على طلب أصحابي وأهلي وأخواني إنه أعمل فيديو عن كيفية لبس العمة السودانية، والليلة إن شاء الله تعالى حوريكم كيف تلبس العمة السودانية، بداية من اختيار نوع القماش وبعض المسائل المتعلقة بها. طبعا قبل ما أبدأ في الموضوع حاب أقول بوضوح إنه اعتزازنا بالزي السوداني ده ما يعني إنه تقليدنا لأي زي آخر، سواء كان في الوطن العربي أو في الوطن الإسلامي. وحتى القصة اللي عايز أحكيها هي من باب الطرافة والدعابة وخفة الظل. طلحة نور الجليل يحييكم، السلام عليكم. والقصة حصلت لما أنا طلعت في قناة تلفزيونية وقدمت فيها بالزي السعودي، لا وباللهجة السعودية كمان. والقناة هي رغم إنها كانت مشفرة ورفعوا الدقيقتين بس تقريبا، اختاروا دقيقتين رفعوها، لقت صدى وانتشار واسع جدا في القنوات والسوشيال ميديا، حتى القنوات السودانية الفضائية نزلوا جزء من المقطع ده. في اتصال جاء الآن، حاضر، السلام عليكم. أخوي سلطان حياك الله. الله يحييك، كيف الحال؟ يعطيك العافية غالي. طلحة، سلطان معي في فريق، أنا فريق طلحة، تمام؟ طيب طلحة، أيوه نعم، بسألك سؤال أتمنى أجد الإجابة عندك. حياك تفضل. السؤال ما سر صراحة طيبة أهل السودان وسماحتهم؟ والله طيبة أهل السودان من طيبتك يا غالي، حياك الله. لا والله هذا فخر لنا والله يا أخي، شهادة نعتز فيها. أي شخص قابل السوداني صراحة تمح بأسلوبه بكل شيء صراحة. الله يرضى عليك يا رب، تسلم، حياك الله. والمشكلة كانت في ردة الفعل والجمهور السوداني على السوشيال ميديا، والله ما تتخيلوا كمية بتاعت، أنا ما أدري أقول إساءات أو كمية بتاعت تشكيك في هوية وردم، ردم تقيل، لدرجة إنه في ناس أصحابي ومعارف وناس شخصية، ناس لازم بالنسبة لي، كان بعلق وبقولي والله يا طلحة ما تتخيل الفيديو ده وجعني شديد، حسيت وكأنك بعتنا. وفي ناس تانية طبعا يعجبوك، النوع اللي بيقول لك اشتروك بكم، دفعوا لك كم، والموضوع اخذ منحة تانية لما خشوا في ناس، برضو انا عندي معارف سعوديين برضو في السوشيال ميديا خشوا وبقى الموضوع ملاسنة وحرب كلامية. انا بجد يعني لما دخلوني في توتر كان، ولما حتى مشيت القناة تاني يوم كان المخرج والمصورين بيضحكوا فيني وفي ردة الفعل وبيستغربوا من الشيء الحاصل ده، لكن طبعا الموضوع كان على سبيل التخيير والتغيير، والجمهور الموجه له جمهور سعودي، لو بل هي قناة حتى مشفر يعني حتى في السودان نادر جدا ما يحضروها، لكن الموضوع كان بالنسبة لي عابر ومره ولا. وانا حتى كمان شلت نفس الفيديو ده رفعته في قناتي في اليوتيوب وتكلمت عنه بصوره واضحه جدا، وبانه نحن نعتز بهويتنا، وحتى لو شاركنا ناس هويتهم او ثقافتهم ده ما يقلل من قيمتنا ولا يعني ان احنا انسلخنا من هويتنا او نحن نافرين منها. طبعا في ناس لحد اليوم ما مقتنعين وما اكل معاهم جنبه ولسه بطعنوني بها، لكن الحوار اخذ منحى ثاني لما بعد يومين ثلاثه لقيت اثنين من اصحابي السعوديين وقعدنا نتونس في الموضوع، وجينا على طار قصة اللبس الزي السعودي والتقديم في القناة. فكان في واحد فيهم قام قال لي يعني انه لبسك بالزي السعودي اجمل، وكأنما تكلم عن العمة السودانية بتقليل، قلل من قيمته، يعني هو ما اسأل حتى ولا قال فيها كلام شيء، لكن قلل من اهميتها ومن قيمتها. طوال خشيت له بشدة وقلت له اعمل حسابك، العمة اللي بنلبسها دي فيها سنة واثر للنبي صلى الله عليه وسلم، لو انت بتقرأ في السيرة كويس كان طالما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وهو يرتدي عمامة، وكان يضع ذوائبها على كتفه. إن شاء الله نكون إحنا بسنة النبي مقتدين ومهتدين. وذكر أنه أيضا حينما فتح مكة كان يرتدي عمامة. النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة وألف فيها المؤلفون، فألف الكتاني دعامة فيما ورد في سنة لبس العمامة، وألف غيرهم كثير في هذا المجال. فكان النبي يلبس العمامة وكان يرخي طرفها، عمامة النبي كان طولها 5 متر، عاملة زي عمة الإخوة السودانيين، العمة نفسها ملفوفة زي الجماعة السودانيين، تلاقي لفيفة طبقات كده وكبيرة كده. النبي لبس عمام فهي سنة ولكنها ليست واجبا، لأن أمور اللبس طبقا للثقافات وللأجواء، فما يصح في جو حر لا يكون في جو بارد. يعني نحن ما جبناه من فراغ. قمت قلت له على فكرة لحد قريب يعني قبل 100 سنة تقريبا أهل نجد بالتحديد، لأنه جزيرة العرب في أطراف منا وفي ناس منهم بيلبس العمامة لحد اليوم، لكن أهل نجد بالتحديد كانوا إلى عهد قريب ممكن تقول حوالي 100 سنة كانوا بيرتدوا العمامة، كانوا عندهم مشكلة وفريق بأنه ده يلبس عمامة وبأنه ده يلبس شماغ. قلت له يا أخ أنا سمعت لي ندوة في عهد قريب يعني في عهد الملك عبد العزيز، كانت بعض الفتاوي بتجي وبتسأل على إنه هل في فرق بين انه الزول يلبس عمة او بين انه يلبس شماغ، والسؤال ده كان لهيئة كبار العلماء،
فهو قام قال لي لا يا أخي مو لهالدرجة. قلت له مو لهالدرجة؟ طيب هاك أحضر الفيديو ده. فالملك عبد العزيز جمعهم واستفتى العلماء، خلاصتها أنها كانت على شكل أسئلة وجهت للعلماء. السؤال الثاني، هل من فرق بين لابس العقال ولابس العمامة إذا كان معتقدهما واحدا أو لا؟ فكان الجواب لا تفاوت بين لابس العقال ولابس العمامة إذا كان معتقدهما واحد. قلت له ها رأيك شنو كده اقتنعت؟ أديك من الشعر بيت إنه في لبس العمة فيها حكم فقهي شرعي. قال لي ها شلون بعد كمان هذه؟ قلت له أديك الفكرة، في كثير من الناس الآن من شبابنا وشيوخنا غافلين عن المسألة والحكم ده. كثير من الشباب بالذات إنه لما يلبس العمة ويلقى مشقة فيها أو ما يعني تصعب عليه وزنيتها ويكون بيصادف وقت الصلاة ويخاف إنه يقلعها ويصلي، يقوم يخلي لبس العمة أساسا، يقول ما بلبس العمة عشان ما أتعب أفرتقها وأربطها تاني. لكن قلت له يا صديقي هل تعلم إنه إذا لبست العمة جاز لك أن تمسح عليها؟ قال لي لا هذه عاد من كيسي. قلت له من كيسي هاك أمسك. وأما العمامة فهي ما يكور على الرأس من اللباس وهي معروفة، وبهذا نعرف أنه تجوز أو يجوز المسح على العمامة التي على الرأس. قلت له هراك شنو الشيخ ده شيخنا ولا شيخكم والكلام ده معترف به ولا ما معترف به؟ قال لي والله كلام غريب اول مره اسمع فيه. قلت له والله في كثير من الشباب الان حاليا غافلين عن النقطه دي، ودي نقطه مهمه جدا. حتى مسح العمه ما زي مسح الخف والجوارب، يعني مسح الخف والجوارب انت لازم تلبسه على طهاره ويوم وليله للمقيم وثلاث ايام بلياليهن للمسافر. العمه ما فيها كلام زي ده، انت مجرد ما لبست العمه ممكن تمسح فيها، قعدت بقى يوم يومين ساعه ساعتين، صادف وقت صلاه ما صادف، مجرد ما انت لبست العمه طوالي انت تمسح فوقه. قال لي والله يا اخي اول مره اسمع الكلام ده. قلت له يا اخي الحمد لله على كل حال. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثبت عنه انه مسح على العمامه والخفين كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث المغيره بن شعبه رضي الله عنه. طيب العمامه اما شروط المسح يقول هل له شروط؟ ليس له شروط، يعني لا يشترط له ما يشترط للخفين على الصحيح من ان يكون قد لبسها على الطهاره. وما هي العمامه التي يمسح عليها؟ هي ما يشق نزعه. ما يشق نزعه يعني الطاقية الايام دي يا شيخ. لا الطاقية هذه خفيفة النزع. قام سألني قال لي طيب ليش لبستوها بيضة في بعضها اسود وبعضها اخضر ونشوفها حتى ايام عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام الثاني نطلو قال له ايوه صح كانوا يلبسونها نظام هذا كفنهم بالذات ايام وقت الحروب، اذا راحوا حرب يحطون على راسهم نظام انا رايح وهذا كفني وماني خايف عساني حتى لو مت او ما رجعت مو بمشكلة. قمت رددت له وقلت له شنو؟ منو قال لك كده انت كمان؟ دي ما كفننا احنا، دي كفنهم هم. انت ما سمعت الشاعر اللي بيقول مشينا ليهم بعمم في راسنا ملفوفه، وقت الفراق اكرمناهم دفناهم بها عاداتنا معروفه. قام في نص الحوار واحد فيهم قال لي طلحه خلاص ترى والله كنا نمزح، انت خدت الوضع جدي. انا في اللحظه دي عرفت انه شالتني الهاشميه وتكلمت بعنف شديد. قام الثاني خشنا الطلع وقال له انت ما تدري طلحه كل شيء يمزح فيه الا اذا تكلمت عن السودان وسيرته ترى ياخذ الوضع جد ويتحرك لك أربع كفرات. والموضوع بعد ذلك بقى هزار وضحك وفي سبيل الونسة. وحبيت أحكي لكم دي لأنه كان فيها شكل نوع من الحوار ونوع من الواحد بيعتز بهويته وثقافته، وده زي ما قلت لكم لا يتنافى مع اعتزازنا بأي هوية واحترامنا ليها سواء عربية أو مسلمة أو خليجية. وأنا من صغري والله الحمد لله بحب ألبس العمة، يعني من أيام الثانوي أنا كنت بديت أول عمم ألفها ولحد ما بقيت شوية شوية كده يعني بعرف فيها حبة ويعني محترف إلى نوع ما يعني، وفي ناس كثيرين قاعد يقولوا بيشيدوا بالعمة اللي أنا بلبس بها. فليلة إن شاء الله تعالى هأبدأ أوريكم كيف تلبس العمة وكيف تختار نوع القماش وطريقة لفة. نخش في الموضوع. يلا أهم حاجة قبل ما تعرف تلبس العمة لازم تعرف قماش العمة اللي انت حتلبسها. أنا من واقع تجربتي لبست نوعين من الأقمشة. القماش الأول هو القماش القطني، بارد وسهل الغسيل وسهل الكوي، والعمة ذاتها لازم تكون شكلها شكل المكوية ذاتها، يعني تكون مكوية أو تكون مرتبة عشان لما تلفها تبقى لفتها حلوة. فده القماش القطني وسعره أرخص نسبيا مع سعر الثانية. دي القماش القطني العادي. في القماش السويسري اللي بيقولوا عليه التوتال، تمام، قماش حار، حار الملبس، حار الملمس، مكرفس، يعني بتكرفس بسرعة وسهل الكرفسة بتاعته طوالي بتلقوه مكرفس. أنا ما عارف لو هي واضحة عندكم في الكاميرا لكن أكثر كرفسة، تمام. وبعد ذلك في الغسيل لازم تديه عناية خاصة، ما ينفع تخده مع الهدوم كلها تغسله حتى مع الهدوم البيضاء، ولو الموية بقت موية طينية زي أهلنا في عطبرة هناك كمان الموضوع بيبقى صعب بالنسبة اليوم عشان أنت تحافظ على لونه وعلى شكله. تاني حاجة ما تخد
كرولكس، لانك لو خدت لها كرولكس طوال اللون حيبقى اصفر او سمني، فبيغير منظر، خصوصا لو كان مثلا التطريزه بتاعتك او العبل بلون كحلي او كده، لو كان لونه اصفر او ذهبي فما في مشكله. لكن الميزه الحقيقيه في العمه التوتال او العمه السويسريه، ما تتخيل كرفستها دي هي اهم حاجه فيها، اجمل شيء فيها كرفستها. انا من لبست العمه التوتال ثاني العمه من القطنيه دي بقيت الا نادر النادر اخذت لي زي 3 أو 4، وطوالي بقى هو لبسي والبس في اي مناسبه، وبتختلف الالوان على حسب مرات اللبسه والشكل او العمه الصفراء او السديري، يعني كل واحد عندها نظام معين. فلكن اهم حاجه اسعارهم كم. طيب لو جيت للقطنيه بتلقى سعرها في السعوديه، هنا بتكلم لك بسعر الريال، بتلقاها ب 100 ريال او 100 ل 130 في غبيره بالذات، ممكن جدا هناك برضو في باب شريف، لكن تقريبا هم نفس الاسعار. اما التوتال السويسريه فسعرها من 300 ريال ل 350 ريال. انا في زول حتى قاعد اتفق معاه مرات بديني بسعر اقل من كده، لو في زول عايز ممكن نجيبه له. يلا بعد انا حوريكم كيف قاعد الفها وانتوا تكملوا براكم، وكل شيء من واقع تجربتي وخبرتي، يعني انا ما خبير لكن دي الحاجه اللي انا قاعد اعملها، وفي ناس كثيرين قاعد يقبلوها وبيحسبوها حاجه كويسه. ابدا في طريقه كيف لبس العمه. انا زي ما قلت لكم بحب البس العمه السويسريه اكثر، رغم انها هي مكرفسه حاليا وما بهتم بضبطها، ما زي القطنيه لازم تكون مكويه وتكون مطبقه ومرتبه ترتيب كويس. يلا فبتقسمها لجزئين، الجزء الاول بيكون زي تاخذ منه متر، وبيكون فيه جزء المطرز او العبل، وتخلي العمة من تحت الراس وتبدأ تأخذها من الأضان، نمسك الأضان اليمين تمام، وتأخذ اللفة وتجيب الذيل أو الضنبية بتاعتها تمام. ده الطرف الأول. الطرف الثاني اللي هو الطرف الطويل بتبدأ بنفس النسق تأخذه ويبقى معاك الشكل ده كويس. يلا بعد ذاك تبدأ تأخذ اللفة الأولى بنفس اتجاه اللفة الثانية، بنفس اتجاه اللفة في اتجاهها المعه كده، عندك لفتين لفة. بعد ذاك عشان تعكس الاتجاه بتاعها ترفعه فوق تمام، ترفعه فوق وتنزله تمام، بقى عندك لفتين باليمين وعندك لفتين بالشمال. يلا بعد ذاك يلا اللفات الاخيره دي بيبقى فيها الشغل الضابط كده، اللفه تمام. يلا اللفه الاخيره ما بتاخدها، بتقيف من النص وبتبدا ترفعها، بتقيف من النص وبتبدا ترفعها، بيبقى عندك زي تموج 1 2 3 ودي الرابعه الاخيره تمام، بتنهيها هنا، بيكون فضل فيها شويه ذاته، بتنهيها هنا بعد ذاك تبدا في شنو المراجعات وتكفكفها زي ما بقولوا كده، بكون عندك شكل العمه. تجي للمرحله الاخيره اللي هو انك تطلع اضنينك برا، تطلع اضنينك برا يا كابتن. وكده بكون عندك احلى عمه سودانيه انت بتقدر تطلع بها، بيكون شكلها كده، حتى بيكون شكلها جميل ومنسق. الكرفسة ذاتها ما بتظهر. انا بفضل اكتر على العمة القطنية وصراحة اجمل واشيك، لكن شوية كان جاي العغالي. اتمنى اكون قدرت اقدم لكم حاجة كويسة وتنفعكم وتفيدكم ويستفيدوا منها كل الشباب، ولحد ما نلتقي في حلقة تانية وفي تقديم تاني، الى ذلك الحين كونوا بخير. طلحة نور الجليل يحييكم، السلام عليكم.